اتفضل يا عز. طيب خلينا نبدأ بإن موسيماني في الفترة الماضية بعض الناس ابتدت تنتقده لأن الأداء اهتز من الأهلي في بعض مراحل قيادة هذا الرجل. بعض دقائق من مباراة ماتش الزمالك، بعد كده بعض دقائق من مباراة الاتحاد السكندري، اتأخر الفوز في ماتش طلائع الجيش، الناس استسهلت مواجهته مع فريق مصر المقصة لأن إيهاب جلال كان بيهاجم بشكل كبير جدا زيادة عن اللزوم، وقدام غزل المحلة لأن غزل المحلة فريق صعب. فضل موسيماني بيكسب كل المباريات دي، لكن بيفضل كان علامة الاستفهام على هل الراجل ده بيكسب علشان خاطر هو مدرب كويس، ولا هو بيكسب لمجرد ان هو مدرب الاهلي، لان الاهلي فرقة كبيرة وفرقة مليانة لعيب. في الحقيقة هو الراجل ده عمال يكسب كل الاختبارات بدرجة مميزة جدا، والنهاردة قرايته لحسام حسن هي السبب وهي البطل الرئيسي في الفوز بتاع الاهلي. مش طبعا الصفقات بالنسبه لي كانت اكتر من ممتازه، وهي ترجع نسبه منها لي فكره ان هو يرجع كل اللعيبه دي، وفكره انه يخلطهم في المنظومه، واحنا اتفقنا ان اكبر تحدي كان عند الراجل ده انه يخلط اللعيبه الجديده في المنظومه بتاعه الاهلي ويلعب الكره اللي هو نفسه يلعبها، مثلا بوجود محمد شريف مش مروان محسن كراس حربه، راس حربه مش راس حربه صريح، مش بالشكل التقليدي بالظبط كده يا عمر، و الحاجات دي كلها تتعمل وانا بكسب. فهو كان بيعمل الحاجات دي وهو بيكسب. خلينا نتكلم على نقطتين مهمين جدا في التحليل اللي موجود معانا بالفيديوهات. النقطه الاولانيه انه اولا حسام حسن غامر جدا في المباراه بالضغط العالي قوي على الاهلي اللي طبقه، والاهلي بقى عنده حل رهيب للضغط العالي. اولا احنا قلنا ايمن اشرف، بعد كده قلنا بدر بنون، بس في الحقيقه الحل المميز جدا طيب. عند الراجل ده اديني عنوان عشان المشاهد بتاعنا يبقى عارف هو هيتفرج على ايه دلوقتي. محمد الشناوي كان واحد من مفاتيح اللعب اللي ضربت خطه حسام حسن، فكان واحده من التركات الممتازه اللي اشتغل عليها الاهلي في الفتره اللي فاتت. طيب يبقى دي سواء دي بايلر او موسيماني في تطوير الراجل ده عشان يكون حل يضرب تماما اي حد يحاول يضغط على الاهلي. طيب يبقى احنا في الفيديوهات دي هنشوف دور محمد الشناوي بعد حاله كده. التطوير اللي طرقت عليه سواء من خلال ميشيل يانكن او حتى كمان مع موسيماني في واحده من حيل موسيماني يفك الضغط. طيب احنا اتكلمنا على ان ايمن اشرف بيفك الضغط، اتكلمنا على ان علي معلول بيفك الضغط، اتكلمنا على ان بدر بنون بيفك الضغط. خلينا نتفرج على الحالات دي من اولها علشان نتفرج كمان على واحد جديد بيفك الضغط بتاع الاهلي لو حد فكر يضغط الاهلي، ودي حاجه بالنسبه لي ممتازه. لو الراجل ده لو عمل الباص صح كان راح انفراد طاهر محمد طاهر مره تانية. الاتحاد بيضغط فبنعمل ايه؟ بنروح لطاهر مره تانية. دي حاجه متمرنين عليها واضح. يعني لو رجعت الحالتين دول مره تانية هتتفرج على ان ازاي كل ما الاتحاد بيحاول يحط بص ضغط عالي على كل لعيبه الاهلي، الاثنين سنتر باكات محطوط عليهم ضغط لدرجه كبيره جدا، صعب انك تديهم الكوره. عادي جدا يا جماعه، لاعب واحد بس هيضرب كل التكتلات دي، محمد الشناوي. فكره ان الباص بتاعه دقيق، فكره انه مستوط طاهر محمد طاهر وعارف ان هو رايح لطاهر محمد طاهر مرتين ورا بعض، معناها ان في حاجه احنا متدربين عليها. وبالتالي دي كانت واحده من اهم النقاط اللي ظهرت في مباراه النهارده. مرة تانية محمد هاني، موسيماني عارف حسام حسن وذاكر حسام حسن زي ما قال في المؤتمر الصحفي، وبالتالي كان واخد باله قوي ان الضغط العالي اللي طبقه عليا حسام في ماتش الكاس انا النهارده هفكه ازاي؟ بالكورة اللي بالشكل ده، كهربا سايب مكانه على الوينج بيتحرك زي كانه بلاي ميكر وبيستلم. احنا بننتقل لحالات تانية بقى اللي فك الضغط بخلاف حاله كده، وكلها بخلاف حاله محمد الشناوي بالظبط، وكلها طيب الكرات العاليه اللي بتشتغل. اشرح لي ايه التركايه بقى هنا؟ حتى الكورتين اللي فاتوا انت هتتفرج على ان هاتوا لنا الكورتين اللي فاتوا يا جماعه نفهم برضه علشان خاطر تتفرج على ان محمد الشناوي بيفك اللعبه بالكرات العاليه، ايمن اشرف بيفك اللعبه بالكرات العاليه، علي معلول بيفك اللعب بالكرات العاليه، حسام النهارده غامر بانه كان مزود قوي في الضغط زي ما انت شايف، فكهربا سايب مكانه واللعبه اتكررت كتير ان كهربا ياخد دور صانع اللعب ويتحرك بالشكل ده، ايمن اشرف تجي له الكوره فيفكر في ان الفرقه اللي قدامه حاولت تحط عليه ضغط، طيب خلاص تعالى نضرب الكوره دي بالطريقه دي بالكرات الطوليه. فالكرات الطوليه كانت واحد من اهم الاسلحه بتاعه الراجل ده في ارض الملعب. فبالنسبه لي كانت حيله، بص الفرقه دي كلها طايره قدام، طيب نضربها ازاي؟ باص واحد يحطك في موقف واحد على واحد ويخليك تكمل اللعب بالمنظر اللي انت شايفه. بص المساحات الفاضيه لان انت بالنسبه لك كل الفرقه قدام بتضغط. طب عايز اسال سؤال معلش، ارجعوا لنا يا جماعه عشان خاطر بص ايه عز ما يفقدش الحالات بتاعته. مش في مدربين بيستعيبوا
فكره ان انا لازم استحوذ، يعني استحوذ ولازم ابتدي الهجمه من تحت، يعني لازم ابتدي الهجمه من تحت. حلو. حتى حلو ولو في ضغط عليا باي حال من الاحوال، انا مش قليل حيله، انا لازم اطلع الكره من رجل حارس المرمى بتاعي على الارض، ما اعملهاش طوليه. انت اخترت عنوان احسن من العنوان اللي انا كنت بقوله بتاع محمد الشناوي وبتاع وبتاع وبتاع. ليه بقى؟ فكره ان موسيماني مش فاهم أقول أنا مش ليه؟ حافظ. ها. عشان انت السلطان ابراهيم. برافو عليك عمر. عمر ولد عظيم. ماشي. انت كنت مستنيه. كنت بسال في الصميم، انت خرجتنا بره الموضوع. فالفكره ان الراجل ده فاهم مش حافظ. وبالتالي واحنا بنلعب على ان لازم بدر بنون وايمن اشرف يستلموا الكوره، احنا بنلعب عشان ده يحصل ولا بنلعب عشان نفك تكتلات الخصم؟ عشان نفك تكتلات الخصم. الغايه ولا الوسيله؟ بالظبط كده. تتفك بقى بكره طويله، تتفك بكره قصيره. النهارده الاهلي لعب جيم دفاعي على الاتحاد السكندري، انت متخيل؟ الاهلي ما كانش بيلعب الجيم الهجومي بتاعه، الاهلي كان بيلعب على الهجمات المرتده قدام الاتحاد السكندري. فبالنسبه لي دي تركه جديده، يعني مكسب كبير قوي ان الراجل كان واعي لفكره ان الاتحاد عمل عليا جيم في ماتش الكاس، تعال اتفرج عليه، هاتوا لنا الحالات بتاعه ماتش الكاس. وتعالى نتفرج على الرزاق سيسي وهو بيتحرك بين الخطوط. وكان عجبني قوي تحليل عمر عبد الله معاك في وان تاتش، فكره ان زي حسام مصر ان عمار ورزاق يتحركوا بين الخطوط فياخدوا الكوره بالمساحات الواسعه اللي كانت ظهرت جدا في ماتش الكاس. رزاق استلم ناحيه الشمال بمنتهى الاريحيه، فاضي خالص، صنع خطوره كبيره على مرمى الاهلي وكان ممكن يسجل، ورزاق استلم الكوره بنفس الشكل في الناحيه الثانيه. طيب معلش بقى ارجع لي الحاله دي بس. في الماتش ده حصل ايه؟ لعب بثلاثة ارتكاز. واحد يقول لي ممكن يكون ثلاثة ارتكاز عشان ما فيش مجدي قفشه. انا متفق معاك، ربما لو موجود مجدي قفشه كان غير الطريقه، بس هو كان عنده حل بديل انه ممكن يحط لك مهاجم زياده ايا كان هو مين ويدور اللعب بشكل عادي جدا. حسين الشحات وطاهر وكهربا على سبيل المثال. كهربا وشريف يلعب باربعه برضه. انما هو لعب بثلاثة ارتكاز. ليه بقى لعب بثلاثة ارتكاز؟ لان رزاق اتلعب عليه جيم مان تو مان عالمي عشان يتمنع من الاستلام بين الخطوط. ورينا موسيماني لعب على الكاونتر اتاك بذكاء كبير جدا في ارض الملعب. شايف ديانج ضلمها له. فخلى استلامه الكوره للراجل ده بقت تقريبا كابوس، مفيش حاجه خالص. بص هنا ستوب، حط ضغط على عمار، استلمه اكرم توفيق. رزاق استلمه اكرم توفيق. كمل بقى اللعب وشوف اكرم توفيق واخد باله منه. بص رزاق ابتدى يسرق نفسه ناحيه الشمال، اكرم فضل يسرق نفسه ناحيه الشمال وقال لي ديانج اثبت انت يا معلم، خلاص بقى الراجل ده مسؤوليتي. في الاخر رزاق اتعمل عليه الفاول ده لان رزاق بقى مش مسموح له يلعب بين الخطوط. حمدي فتحي ثالث واحد يعمل نفس الدور، مش هتستلم الكوره. ديانج مره ثانيه ورا رزاق سايب الملعب كله ومركز مع رزاق. طيب الرزاق اتسلم خلاص لسنتر باك، يبقى انا تمام هنا. مال اللعب فحمدي فتحي قام رايح ناحيه رزاق، ديانج رايح ناحيه رزاق. فانت بتتكلم في ان طيب خلونا نلعب لعمار، عمار هو رزاق بس الناحيه الثانيه، لا مقفوله يا بيه عند حمدي فتحي الناحيه الثانيه. فالثلاثة ارتكاز شايف انا هقفل لك مفتيح اللعب بتاعتك بالثلاثة الارتكاز. انت عندك واحد قافل ناحيه رزاق، الثاني قافل ناحيه عمار، الثالث واقف لخالد قمر عشان يستلم الكوره. ثلاثة ارتكاز، بص حاولوا يروحوا لعمار، مفيش عمار. تحاول تروح لرزاق، لا ديانج معاه في اي حته في الملعب. وهكذا فضل الاهلي محجم تماما الاتحاد السكندري دفاعيا. طيب. مع التحجيم كيات الكور الطويله اللي كان بيلعبها بيتسو وموسيماني على حسام حسن عشان حسام بيهاجم، فعمل عليه جيم اكتساح كامل. بالمناسبه طيب. الطريقه بتاعه الدفاع اللي انا بقول لك عليها اثمرت عن هجمه مرتده سجل منها الاهلي الهدف. يعني الهجمه دي كان اولها الاهلي قافل المساحات بيلعب كاونتر اتاك وبيسجل فيه الاتحاد السكندري. يبقى انا هاخد منك عنوان عشان اروح لعمر. مفيش حاجه في الكوره اسمها انه لازم اصر على شكل معين، في مرونه على حسب الخصم، وده اللي عمله موسيماني. مش شرط فاهم مش حافظ، فاهم مش حافظ. والنهارده بيكسب بونت كبير قوي وبيكسب كريدت كبير قوي ان اي حد كان بيشكك في الفتره اللي فاتت ان الانتصارات لا انا النهارده طريقه اللعب وهكسب، لان انا النهارده بكسب بسكور قدام مدرب كبير زي حسام حسن، عامل انطلاقه ممتازه، عنده لعيبه ممتازه زي رزاق وعمار، ماتش كبير وقدر يكسبه بسكور ويكسبه وان سايد.